اخويا خدام في المحل ديال اللحم في الصمات هنا في المدينه قديمه. مشيت لها مالا جالس بحال هكا ومريح بجزر دابا بحال الناس. ما باش ردنا في المغرب عبادنا تقعدت بحال هكا اللي نتسنى زعما تخوي الدعوه شنو باش نوض. جاب لي هذا بنادم بحال هكا لا فلا ما شتوش ما جابنيش ما شتوك جاري تا لداخل ما عقد على سيدي ضربت لي تفيق لقيت راسي خفيف ما مقاد الى بصناتي. جيت خرجت سوية من تما وصلت عند شي دراري سولتهم خويا فلان اشنو طرا شنو طرا قلت ما شفتش حتى حاجه وهذا الشيء اللي فيه مريح. كنت خرجت في هذيك الناس اللي كيلعبوا الحجر تما وكنجلس بوحدي ما كاين لا هز التليفون لا والو كان في عيديه وكنت خرجت في الناس لاعبين الحجر هكا كيساوي الناس كيمشيو بحالهم كلشي كيدير بحالهم وقع حتى واحد تما. جيت باش نط بحال هكا لقيت الحاكشي اللي عندي في الجيب مشى ليا مشى ليا بالصاف ديال لاكارت كيشي ولاكارت التعريف ديالي 21 ألف ريال تيفو البصمات. هو الشي اللي كنلقي باش لقيت الدراري حدايا ملقيت حتى واحد ما شفت حتى واحد مزيان هاك البلاصه جلست فيه جلست لا ما عرفتوش ما عرفنيش ما عرفتوش كنشوف ما كيشوفنيش الباح من اللي خارج عليا لا والو الباح ما كنعرفوش ما كيعرفنيش جاني على عافيه وغادي بك مارشالي قرجني من القرجوطه وغادي تما الهضره ديالي مشات باش مشات الهضره صافي لقيت راسي طايح تما ضربت نتفيق لقيت راسي كنحلم باش ضربت نتفيق لقيت راسي خفيف بقى حتى واحد ثاني نطلب يرجع ليا لاكارت ها لاكارت يرجع ليا لما نبقى الفلوس الفلوس كترجع التليفون غادي نشرو لاخر ياخذ لاكارت ترجع ليا هذيك هي المشكله.